طيب بدنا نكمل. هلا في عندي فور بارامترز راح تكون. الفور بارامترز راح اعرفهم بالشكل التالي. راح نحط تو بارامترز. حتى في رسمه احسن من هاي الرسمه. خلينا اشوف هلا اذا بنقدر نعملها سكان. انا مش عاملها سكان. هلا بنرسمها رسم. راح ناخذ لكل جوينت في عندي تو بارامترز. تو من هذول في فور بارامترز. تو اثنين من هذول البارامترز بينها وبين الفريم اللي قبلها. وتو بارامترز بينها وبين الفريم اللي بعدها. خلينا نطلع بس على الكونفنشن هذول على البارامترز وبعدين رح ارجع لهم مره ثانيه. فراح يكون عندي هلا في عندي زاويه في عندي تو بارامترز هذول مهمين اللي هم الاوفست سميناهم الاوفست. راح يكونوا ما بين اكس اي واللي قبلها اللي هي الحركه من اكس اي من اكس اي ماينس 1 لاكس اي حوالين الزد الها والدوران حوالين اكس اي واكس ماينس 1 حول الزد الها. هذول راح يعطوني زاويه وديستانس. هذول اللي اطلعنا عليهم قبل شوي اللي هم من زد الحاليه لزد القادمه. هاي اللي هي الديستانس من زد الحاليه لزد للينك اللي بعدها بس ميجرد الونج اكس. والونج ايش يعني؟ ترانزليشن. اباوت او اراوند ايش معناها؟ روتيشن. فلما بحكي عن روتيشن بستعمل كلمه اباوت او اراوند ان اكسس. وكمان بتبع عندي نفس الشيء الرايت هاند رول. واذا كان عندي ترانزليشن along an axis بستعمل كلمه along لانها ترانزليشن ونفس الشيء بتكون من زد من زد لزد اي. هذه راح تعطيني اي هاي راح تعطيني الفا. خلينا نطلع نشوف شو دي وثيتا ايش هم دي وثيتا وايش هم اي والفا. هلا اذا طلعنا على هذول رجعنا لنفس الفكره اللي السابقه اللي كانت عندنا. في عندي هذا الاكسس لزد اي لاي وهذا الاكسس اي ماينس 1. هاي جوينت هاي الجوينت اللي بعدها وانا ماشي هون باتجاه الاند افكتر وهون راجع باتجاه البيس. عندي المسافه بينهم سميناها اي اي ماينس 1 والزاويه اللي بين الاثنين صارت الفا اي ماينس 1. فعندي هاي الزاويه ما بين الاثنين وهاي المسافه بينهم. هلا اطلعوا على النوتيشن. هاي سميناها اي ماينس 1 فوين الاي تبعتها؟ اللي بينها وبين اللي بعدها. وهذه اي ماينس 1 والالفا تبعتها بينها وبين مين؟ بينها وبين اللي بعدها. والاتجاه الزاويه وين باخذه عشان الاشاره تكون صحيحه؟ باخذها بين الزد تبعها والزد تبع اللي بعدها. وبمشي باتجاه اذا هذا الاكس راح يكون بمشي بهذا الاتجاه بوزيتيف. اذا عندي تو بارامترز. اول شيء البارامترز اللي حكينا عنهم قبل هيك اللي هم المسافه ما بين الزد الحاليه والزد اللاحقه بهذا الاتجاه. والزاوية ما بين الزد الحالية والزد القادمة كزاوية ونفس الشيء باخذها من زد اي ماينس 1 لزد اي. إذا هذا بالنسبة للبارامترز التنين راح يكونوا لهاي الزد بالنسبة للي بعدها. هلا في عندي تو بارامترز بكونوا من اللينك مع اللي قبلها. التو بارامترز من اللينك مع اللي قبلها راح آخذ اي هلا وأطلع. لاحظوا هاي ايش الإشارة تبع ايش الإندكس تبعها؟ اي وهذا هون دي اي. فدي اي هو الاوفست اللي بصير الحركه اللي بتصير على الزد اكسس. لاحظوا هاي الاوفست صارت هون على الزد اكسس اللي هي دي اي من هاي النقطه من نقطه تقاطع الاكس اللي بيجي هون مع هذا الزد لحد ما بطلع. هاي اللينك الجديده رح تطلع من هون. هلا برسمها رسمه اوضح من هاي بتشوفوها بشكل اوضح من هون. هاي اللينك اللي بعدها اللينك اللي بعدها كانها لافه حوالين هذا ومعمول لها شيفت. اللفه تبعت اللينك اللي بعدها الزاويه هاي اخذناها حوالين مين؟ حوالين الزد اي من هون. وبعدين الديسبليسمنت او الاوفست اخذناها على مين؟ على زد اي. ففي عندي اوفست. ليش الاوفست؟ مرات بكون في عندي هاي لينك وهاي اللينك اللي بعدها هاي الكومن اكسس. في هاي في اكسس لزد اي مزبوط بس حتى يتحركوا هذا ال اللينك تبعته بهذا الاتجاه وهون مكانها وهذا اللينك تبعته بهذا الاتجاه. لازم يكون في بينهم مركز. هاي ومركز هاي مش نفسه. هذه الاوفست اللي صارت بين اثنين. هلا اذا كانوا الاثنين بنفس الاتجاه قديش الثيتا اللي بينهم؟ زيرو. لما يبدا واحد منهم يتحرك قديش عم بتصير ثيتا بينهم؟ اللي هي بين هاي يعني هاي هم هيك. اذا بدنا نفكر فيهم تو لينكس بهذا الشكل. هاي اللينك وهاي اللينك عم تتحرك هيك مزبوط. هاي الاوفست واضح بينهم اللي هو من مركز هاي لمركز هاي. والزاويه بينهم لو هذا ضل بهذا الاتجاه وهذا ضل بهذا الاتجاه قديش الزاويه بينهم؟
زيرو، هلا بدها تصير بوزيتيف وتصير نيجاتيف. الزاوية هاي حوالين ايش بقيسها؟ حوالين زد اي. والاوفست هذا على مين بقيسه؟ على زد اي كمان. فزد اي بقيس عليه الزاوية ثيتا اي وبزيد على الاوفست دي اي. خلينا نرسم رسمة ارتب من هاي.